السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: الحرائق تستمر بالتهام الأراضي الزراعية في كثير من مناطق العراق، ولا دور للحكومة في معالجة الكارثة. وفي عنوان ثان: آثار الاحتلال الأمريكي ومخلفاته تنعكس يوما بعد آخر على أطفال العراق، ومخاطر تحيط بمستقبلهم. ضمن العناوين أيضا: انقطاع الكهرباء المتواصل في العراق منذ 16 عاما يؤزم حياة العراقيين، ووعود المسؤولين لا تتوقف. وفي آخر العناوين لدينا مشاهدين الكرام: إهمال القطاع الصحي في العراق ينعكس على المرضى ويرفع من معاناتهم واحتمالية إصابتهم بأمراض أخرى. أهلا بكم. تستمر عملية إحراق حقول الحنطة في عموم محافظات العراق كما ذكر كثير من المزارعين العراقيين، حيث أكدت مديرية الدفاع المدني في بيان لها وقوع 136 عملية إحراق خلال 18 يوما فقط. لنشاهد مع المشاهدين الكرام لقطات وثقها مزارعون لإحتراق محصول الحنطة بين قرية البشير وناحية تازة في محافظة التأميم. لجنة الزراعة النيابية طالبت الحكومة بتوفير طائرات لمكافحة الحرائق والآفات. ونظرا لعدم اهتمام حكومة بغداد أصلا بمصير هذه الحقول ومصير الزراعة في العراق، حاول مزارعون من محافظة التأميم بجهود ذاتية حصد محصولهم وتطويق النيران لمنع امتدادها إلى باقي الأراضي. فنشاهد. في قرية العساكرة قرب ناحية السعدية في محافظة ديالى استمرت الحرائق ليلا لتطال مساحات شاسعة من حقول الحنطة. لنشاهد معا. التنكر جاني رمي في طفي منين يعبرون عبر الخندق من نبقى في إطار التدمير الممنهج كما يراه البعض للزراعة ولأمن البلد الغذائي. اشتكى مزارعون من دخول البطيخ الإيراني وسيطرته على الأسواق رغم غلاء سعره، مستغربين من الحكومة لعدم تقديمها يد العون للمنتج المحلي وللمزارع العراقي. فنشاهد. البطيخ الإيراني بألف دينار والبطيخ العراقي بمية دينار. والله السيارة بشدة يعني السيارة الإيراني بشدة 10,000 دولار والبطيخ العراقي ما حد يشتري هاي البلد. شو افتح التصدير من الكويت للخليج، هاي الناشد احنا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وزير الزراعة. وين وزير الزراعة؟ يعني هذا الفلاح المسكين أكبر الفلاح المسكين يزرع 4 أشهر وهسه 100 دينار البطيخ ماله ما يمشي. والبطيخ العراقي والرق العراقي من اجود انواع الرق والبطيخ بالعالم كله، كل المزروعات العراقيه. شنو ذنبه؟ صرف له 20 مليون
مليونين ما ينزل كل واحد سنة تمطينا 20 كله سببها شو إدارة شو إدارة ما وين وزير الزراعة وزير الزراعة هذا شوف المسكين هذا مية دينار كيلو بطيخ عراقي 100 دينار وين وزير الزراعة وينك انت سوي لنا صدقة وين الكويت وين السعودية وين الخليج هنصدر احنا نصدر احنا انت ما لكم علاقة بس جيبوا لنا امر التصدير. ننتقل الى موضوع اخر مشاهدينا الكرام. أطفال العراق يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بسبب غياب المعيل والأهل وغياب دور الرعاية الاجتماعية والتي هي من مسؤولية الدولة. مواطن وثق هذا المقطع الذي ستشاهدون الآن لأحد الأطفال الأيتام في العاصمة بغداد فلنشاهد. شوفوا هاي الطفولة هاي البراءة حبيبي وين أبوك؟ وانت هنا نايم بالقاع؟ ليش؟ شو تشتغل؟ أطلب مساعدة. تطلب مساعدة؟ يطلب مساعدة من بلد كله نفط وخير وبركة. مع الأسف والله. مع الأسف طفل ينام بالشارع حالة نفايات هنا. مع الأسف والله. مع الأسف. في محافظة كربلاء التي تعتبر مدينة جذب للسياحة الدينية مشهد لا يقل مأساوية عن اللقطات التي شاهدناها قبل قليل. مجموعة من الأطفال يعملون في جمع الخبز القديم في عربة يجرها حمار فلنشاهد. ربما لاحظتم في أول مقطع كنت قد وضعت عنوانا للمقطع ووضعت كلمة طفل عراقي كلمة عراقي بين قوسين وضعتها من أجل أن أخصها بكثير من الأمور. العراقي البلد الغني الشعب الغني هذه المليارات هذه الثروات النفط وغيره من الأمور الزراعة والصناعة والتجارة التي كان يمتلكها هذا البلد سابقا والتي لو استخدمت واستغلت بشكل صحيح لتفوق بها العراق على كثير من البلدان المحيطة. الطفل العراقي نراه ينام على الرصيف ونراه يبحث في النفايات والمزابل من أجل أن يبحث على لقمة خبز يأما يأكلها أو يبيعها إلى من يحتاجها. للأسف الشديد في بلد ثري كهذا البلد العربي في هذه المنطقة والموقع الجغرافي المهم نرى أبناء شعبه يعانون هذه المعاناة يأما مهجر ومغترب هارب من موت وخطر يلاحقه أو في هذا البلد يعاني ليست لديه المقدرة على الخروج أو لا يرغب بترك بلده لكنه يعاني طبعا من ويل الميليشيات وبطشها ومن ويل السلطة وفسادها وكذلك من الواقع المتردي الذي يعيش به هذا المواطن. ننتقل إلى موضوع آخر مع قدوم موسم الصيف طبعا هذه من الأمور المهمة جدا والمرتبطة بحياة العراقيين. مع قدوم موسم الصيف تراجعت ساعات تجهيز الكهرباء كما جرت العادة في كل سنة منذ 16 عاما في العراق. مواطن عراقي وثق انقطاع الكهرباء وحال أطفاله في ظل ارتفاع درجات الحرارة مستغربا لماذا يتم ذلك وتحديدا في موعد الإفطار دون مراعاة لحرمة هذا الشهر الفضيل فنشاهد. هذا هو الحال هذا هو الحال صدقوا بالله احنا بشهر رمضان المبارك وتونا بس اكلنا التمرايه بس شربنا اكلنا التمرايه وشربنا شويه لبن وطفت لك الكهرباء وتشوف هاي المولده المخنفسه هم ساتره علينا هم ساتره علينا. يعني انت من تريد تطفي تطفي بهيك الاوقات مثلا تقول عندي مثلا تحميل وعندي زايد شنو ذنب هالاطفال شنو ذنب كبار السن شنو ذنب المرضى شنو ذنب اتقوا الله عز وجل اتقوا الله بكتوا يا ما بكتوا نهبتوا يا ما نهبتوا اتقوا الله شهر رمضان هيك تسوون بغير شهور شو تسوون بينا اذا اشتد بعد الحر اكثر ايش راح تسوون بينا. نشكوكم الى الله في كل وقت وفي كل فريضه وفي كل موطن وموقف ان شاء الله نشكوكم الى الله عز وجل وهو المتصرف وحسبنا الله ونعم الوكيل وسوف ياتي ان شاء الله ذلك اليوم
الذي يحاسبكم به الشعب إن شاء الله. في المقابل، نشر أحد المغتربين العراقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة مقطعاً مصوراً وثق فيه ما حصل له بعد انقطاع الكهرباء خلال أيام رمضان وبعد اتصاله بشركة الكهرباء هناك. الشركة أرسلت عامليها ومعهم والدة كهربائية عملاقة لتشغيل منزله لكي لا يفطر بلا كهرباء، وللعراقيين حق المقارنة، فلنشاهد. اليوم عطلت عندنا الكهرباء، طفت الكهرباء عندنا بالفيلا، وخبرتهم شركة الكهرباء. زين شو احترقت الأمة؟ قلت لهم طفت الكهرباء لو شنو، ما أدري شو الموضوع. فعلى الأمة والسيارات جابوا هاي جنريتر، قال هاي تكفي، حطوها بباب الفيلا. أدري سكروا الباب علي، شو الموضوع؟ قلت لهم يعني بعد سنة ما ترجع الكهرباء. قالوا لا يابا، منا لليل بس لما ما تفطرون. لما ما نفطر جابوا لنا جنريتر. ما عاش قدها. هاي البلاد. نخرجكم مشاهدينا الكرام قليلا من النعيم لنعود مرة أخرى إلى العراق. المسؤول في العراق وبدل أن يعمل لحل مشكلة الكهرباء نجده يصور مقطعا على فيسبوك ويعزي أبناء محافظته ومن انتخبه بغياب الكهرباء في محاولة لامتصاص غضبهم لأنه عاجز ومن معه عن توفير الحلول. هذا ما حصل مع النائب يوسف الكلابي عن محافظة واسط الذي وعد أن مشكلة الكهرباء في المحافظة ستنتهي في 28 من أيار، يعني اليوم، كما هي الوعود التي سمعها العراقيون كثيرا منذ 16 عاما. دعونا نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء محافظة واسط الكرام، أعزيكم حقيقة عما تمرون به من مآسي بسبب ما تقوم به وزارة الكهرباء من قطع مبرمج ضد أبناء محافظة واسط وهي المنتجة لأكثر من 3000 ميجاوات نفط. إحنا نزود هذه المحطة من عندنا من حقل الأحدب، كل الويلات احنا على اراضينا، ولكن للاسف الشديد ما حد جاي ينصفنا في هذا الشهر. بعد الاتصالات مع الاخ المحافظ والوزير ومكتب رئيس الوزراء، وعدت وزاره الكهرباء انه 28/5 راح تكون نهايه مشكله الكهرباء بسبب اعمال الصيانه في محطه الزبيديه الحراريه والتي هي اثرت على حصه واسط من الطاقه الكهربائيه. يركم مع مجموعة الوعود الحكومية التي أطلقت منذ الاحتلال وحتى هذا اليوم، يضاف طبعا إلى هذه المجموعة الكبيرة من الوعود التي لم ينفذ منها ولا شيء حتى هذه اللحظة، ونرى رد المسؤول على ما قدمه من وعد، ونرى رد الهيئة المسؤولة عن توفير الكهرباء في محافظة واسط للوعد الذي قدمته للمسؤول، وكذلك ننتظر التحرك الفعلي من قبل القائمين على الكهرباء، وزارة الكهرباء، ومن قبل القائمين على هذه السلطة الموجودة في العراق. يعني ألم يتعبوا من موضوع الوعود وإعطائها إلى المواطن؟ طبعا هو بالنسبة للعراقي هو اكتفى بعد 16 عاما، اكتفى من موضوع الوعود التي أعطيت، والدليل هو في الانتخابات التي أغرقت بها الشوارع العراقية في الوعود لم يذهب أحد إلى هذه الانتخابات، ومن ذهب هم حاشية هؤلاء مع بعض التزوير. طبعا الموضوع الآخر الذي يجب أن ننتقل إليه الآن مشاهدينا الكرام هو الواقع الصحي في العراق، الإهمال والنفايات داخل مستشفى العلوية للأطفال في بغداد، وتحديدا في الطابق الأول يوجد القسم الاستشاري. يقول أحد المواطنين، يعني من يريد أن يذهب ليتعالج من مرضه ربما يخرج بأمراض أخرى، فنشاهد. هذا حال مستشفى العلوية مال الأطفال، ما أقدر أحكي بصوت عالي لأن التصوير ممنوع. هاي النفايات بس أنا بالطابق فوق بالاستشارية مال الأطفال. هاي خلي تشوف الحكومة العراقية هذا قدمته للشعب.
مهما كاتبين حافظوا على نظافة المكان لأنه ملك الجميع. هاي نظافة. في مستشفى طفل التخصصي بالبصرة هناك إهمال من نوع آخر، حيث لا يوجد خفر في المستشفى وكان المريض لا يحتاج إلى الأطباء ليلا. دعونا نشاهد. مصرف الدم مستشفى الطفل التخصصي، إذا يرجع بطل الدم الساعة 12 الظهر 12 بالليل. مصرف الدم أبو مصرف الدين. هاي مستشفى. صيدلية خافرة. صيدلية. هاي مستشفى الطفل. هاي مستشفى الطفل. لا دم ولا صيدلية. أفتر بيها بعد الساعة 12 بالليل. الحال في مستشفى ابن غزوان أيضا لا يسر. المراجعون يشكون ارتفاع الأسعار والتمييز بين المراجعين على الجناح الخاص والعام. ناشط تحدث عن ما جرى لأحد المراجعين في المقطع التالي، فنشاهد. مناشدة جتني من شخص سوى عملية لمرته، فتح بطن ولادة حالة عبد الله، اجى المستشفى حكومي عباله اكو رحمة، اجى راد يسوي عملية كم التقارير، قالوا له والله الا بالخاص وب 650 هذا وصل روح دفعه. بويا ما عندي بجيبي 50,000 انا، ماكو الا بالخاص. خابرني الولد اجي جزاهم الله الف خير المعنيين، جزاهم الله الف خير، بس اتصلت بيهم اجت لجنة مشت الموضوع. زين هسه هذا عده عرفني وخابرني وجبت لجنة. زين اللي ما عنده عرف يجي ناشين يا حجي، ياكل خرا ويطلع مو مواطن بصري. هاي اثنين. زين المستشفى يمها ثلاث صيدليات، شنو الموضوع تقدرون تفهموني؟ زين المستشفى بيها خاص وعام، البالخاص محترم البالعام ما محترم، شلون يعني الذبه نطلعه؟ يعني شلون تفهموني؟ انتم الموظفين ايش بيكم؟ انتم الاطباء، انت درست يقول لك الشيخ ثلاث ارباع بخت والدكتور ثلاث ارباع انسانيه وربع يشتغل لحله وناسه، بس ثلاثة أرباع إنسان يخدم المجتمع. أنت درست لي؟ كل ما حكيناكم وقلتوا تعبنا وقلتوا درسنا، احترموا الناس شوية حتى ما نحكي عليكم. أهلا بكم في هذا الموضوع. آراءكم هناك موضوع مهم للغاية وملفت للانتباه ومن النوادر أن يحدث في العالم، فضيحة رفع العلم العراقي. رفع العلم العراقي عموديا فوق سارية وزارة التخطيط. طبعا ما هو معروف أن رفع العلم بالمقلوب يعني تمردا أو اعتراضا على أمر ما، وهو يقلل كذلك من احترام العلم وقيمة الدولة. لكن ما تفسير أن يرفع بشكل أفقي؟ بصراحة بحثت بها ولم أجد تفسيرا لها، لكنها تحدث في العراق. دعونا نشاهد. 2019 ما شاء الله ما شاء الله، هذا علم جديد بالطول احمر على اليمين والوسط الابيض والاسود على اليسار. يلا بالخير والتهاني. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. في اول تعليق لدينا مشاهدينا الكرام، بصراوي يقول: علم ما عرفتوا تخلوه عدل، تردون دولة تديرونها، يقصد بالنسبة للسياسيين. في تعليق آخر أسامة يقول: ليش أكو دولة وحكومة بها حظ حتى يكون عندنا علم مثل الأوادم؟ يقصد أو يصف الوضع المزري الذي يعيشه العراق. هشام يقول: يابا أجانب وذيول أصلا متقصدين إذلال العلم. يرى هشام أن الموضوع فيه تعمد.
في تعليق آخر وسام يقول لأنهم لا يفقهون معنى العلم والوطنية، هذا تفسير لهذه الفعلة. ضمن التغريدات أو ضمن التعليقات أيضا عباس يقول يعني ايش تتوقع من بلد يحكمه إنسان جاهل، هذا أيضا تفسير لهذه الحادثة. وآخر التعليقات لدينا هاني يقول هو العراق كله بالمقلوب بقت على العلم. هاني اختصر الموضوع، البلد كله يسير في وضع سيء ومن سيء إلى أسوأ، فالموضوع وقف على العلم، لكن لها اعتبارات كثيرة. العلم من مقدسات الدولة، من هيبة الدولة، من وضع الدولة، من اعتبارها، من كرامتها، من كرامة مواطنها، وكثير من هذه الأمور. دول عربية نشرت توضيحات وبروتوكولات للتعامل مع العلم الوطني في بلدانها، وهي نشرت على مواقع حكومية في هذه البلدان العربية، بلدان خليجية خص تحديدا قطر والإمارات، هذا ما شاهدته أنا على المواقع الإلكترونية الرسمية لهذه الدول. كيف تتعامل مع أنت كمواطن في هذا البلد، كيف تتعامل مع علم بلدك وكيف تحافظ عليه؟ العلم لا يلمس الأرض عندما يوضع على نعش الموتى أو الشهداء أو القتلى أو وخلافه. هناك بروتوكولات للتعامل مع هذا العلم، قيمة البلد وشعار البلد ويعني العلم الذي يشير إلى هذا البلد بمعناه وبمفهومه وبشكله ولونه وخلافه. فكيف إذن يهمل بهذه الطريقة ويوضع على وزارة حكومية؟ المشكلة لم يوضع على منزل أحد المواطنين لكي نقول بأنه لا يعلم ببروتوكولات هذا الأمر، لكنه وضع على وزارة حكومية رسمية. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. جنبوا العراق صراعات إيران، هذا هو الوسم الذي تفاعل معه النشطاء على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. في أول تغريدة لدينا بهاء يقول لا تكونوا أدوات بأيديهم، كونوا عراقيين فقط، اللهم احفظ العراق. في تغريدة أخرى غادة تقول التدخلات الإيرانية بالأراضي العراقية جعلت من العراق دولة مشتتة ليس لها حاكم سوى إيران بسبب أذنابها. في تعليق آخر لدينا سامي أو تغريدة أخرى سامي يقول أكثر شيء لفت انتباهي هو المسؤولين في أمريكا وإيران لا يريدون الحرب، وهذه أكثر من مرة تناقلتها وسائل الإعلام، أما في العراق وخاصة من المحسوبين على إيران يريدون توريط العراق بهذا النزاع بكل وسيلة، ما مصلحتهم؟ هذا هو السؤال أطرحه أنا. عبد الستار يقول أمريكا لن تدخل حربا ضد إيران أبدا، ومن يظن ذلك فهو واهم. ربما هذا به دلالات كثيرة، خاصة التصريحات الأمريكية التي شاهدناها والتصريحات الإيرانية التي شاهدناها، والطرفين أو طرفان يتحدثان عن ابتعادهما عن التدخل بنزاع عسكري، لكنهما في المقابل يرميان الكرة في ملعب الآخر من موضوع المفاوضات، النقاشات، الحوارات. هناك من يريد تأجيلها وهناك من يرغب بأن تحدث هذه المفاوضات لفهم الوضع بشكل عام. نراكم بعد قليل. في آخر المقاطع لدينا بهذه الحلقة مشاهدينا الكرام وبعدها نختم، استمرار التضييق الأمريكي على شركة هواوي الصينية لإنتاج الهواتف المحمولة، فنشاهد.
في الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة وإلى اللقاء.